دعونا نقوم ببعض مسائل الجمع. إذا لنقل أن لدي 9367 زائد 2459. يمكن القيام بهذه المسألة بنفس الطريقة التي قمنا بها بحل المسائل في الدروس السابقة. لدينا هنا 7 و9 في منزلة الآحاد، إذا لدينا 7 زائد 9 ويساوي، يجب أن نعرف ذلك بسهولة، 16. إذا ما نفعله أن نكتب 6 في منزلة الآحاد، ودعوني أبدل اللون، نضع هذا 1 هنا في منزلة العشرات. السبب الوحيد الذي يجعلني أستخدم هذه الطريقة أو أتعامل هنا مع 1 كعشرة، لنفكر في 16 على أنها 16 دولارا في مكان لا يوجد فيه الفئة النقدية ل5 دولارات. فكيف نمثل 16 هنا؟ أولا 1 نمثله على أنه ورقة من فئة 10 دولارات، وهنا أرسمها لكم، وليس لدينا ورقة نقدية من فئة 5 دولارات. إذا نمثل 6 ب6 أوراق من فئة الدولار الواحد. إذا هنا لدينا ورقتان، 3، 4، و5، 6 ورقات من فئة الدولار الواحد. استخدم هذا التشبيه حتى أريكم أو أريد أن أميز لكم ما معنى المنازل. فهنا لدينا 1 في منزلة العشرات مثلا، إذن 1 يساوي 10 أو هو عبارة عن ورقة واحدة من فئة 10 دولارات. أما هنا 6 في منزلة الآحاد فهي تمثل 6 أوراق من فئة الدولار الواحد، وهي في منزلة الأحد، وهذا ما تمثله 16. إذن 7 زائد 9 يساوي 16، 6 في منزلة الأحد و1 في منزلة العشرات، أي 1 من فئة النقدية ل10 دولارات. إذن هنا 1 هي عبارة عن 10 أو 1 من فئة 10 دولارات أو في منزلة العشرات. إذا لدينا هنا 6 عشرات و5 عشرات الإضافة إلى 1. إذا 1 زائد 6 زائد 5، دعوني أكتبها بلون جديد. 1 زائد 6 زائد 5، لدينا هنا 1 زائد 6 يساوي 7، زائد 5 يساوي 12. إذا أكتب هنا 2 في منزلة العشرات، ولدينا هنا طبعا 1 نرفعه أو نحمله هذا 1 إلى منزلة المئات. إذن معي 12 ورقة نقدية من فئة 10 دولارات، فهي عبارة عن 120 في الحقيقة. إذن نأخذ 2 في منزلة العشرات، أي 20 بمعنى 20، و1 في منزلة المئات بمعنى 100. إذن لدينا هنا 1 هنا مختلف عن 1 هنا. إذا لدينا 1 زائد 3 زائد 4، دعوني أكتبها بلون مختلف. إذا 1 زائد 3 زائد 4، 1 زائد 3 4 زائد 4 يساوي 8. لا شيء لنحمله هنا، فقد كان عددا من رقم 1. إذا تبقى لدينا 9 زائد 2 يساوي 11. نضع 1 هنا ونحمل 1 الآخر في منزلة عشرات الألوف، ولا يوجد شيء آخر غير هذا 1. إذا نجمعه للا شيء ونضعه هنا في الأسفل. إذا يكون الناتج هو عبارة عن 11826. دعوني أقوم ببعض المسائل الأخرى، وأحاول أن أقوم بمسألة شاقة جدا، لكن حتى أريكم أنكم بإمكانكم حل أي مسألة مهما كانت. إذا كان لدينا 2,349,015، وهنا الصفر يعني أنه لا يوجد شيء في منزلة المئات، زائد، دعوني أبدل الألوان لأن العدد كبير قليلا، 7 ملايين، ولنقل هنا 15,999. إذن
فقط أيضا نتبع الطريقة التي اتبعناها في الأمثلة السابقة. لدينا 5 زائد 9 ويساوي 14. نكتب الأربعة في الأسفل هنا ونحمل الواحد إلى منزلة العشرات. لدينا 1 زائد 1 يساوي 2، ثم زائد 9، دعوني أبدل الألوان، يساوي 11. 1 هنا و1 نحمله إلى منزلة المئات. لدينا 1 زائد 0 يساوي 1، زائد 9 يساوي 10. نضع هنا 0 ونحمل الواحد إلى منزلة، وأبدل الألوان مرة أخرى، إلى منزلة الآلاف. لدينا 1 زائد 9 زائد 5 يساوي 15. إذن 5 هنا و1 إلى منزلة مئات الألوف. 1 زائد 4 زائد 1 يساوي 6، لا شيء لنحمله. ولدينا الآن في منزلة مئات الألوف، لدينا 3 زائد 0 يساوي 3. وأخيرا لدينا منزلة الملايين، 2 زائد 7 يساوي 9، وهكذا. وهذا الرقم في غاية الصعوبة، فقد كان لدينا 1,349,015 زائد 7,015,999، ويكون الناتج لدينا 9,365,014. دعوني أقوم بحل واحدة أخرى فقط حتى أتيقن فعلا أننا فهمنا كيف تتم عملية تحميل الأرقام. فإذا كان لدينا 15,999,001 زائد 6,888,999، دعونا نرى كيف تكون حل هذه المسألة. قد تبدو أنها صعبة، ولكن إذا ركزنا ولم نتوه فإننا سنحلها بطريقة صحيحة وسليمة. لدينا في الآحاد 1 زائد 9 يساوي 10، إذا 0 ونحمل 1 إلى العشرات. 1 زائد 0 يساوي 1 زائد 9 يساوي 10، 0 و1 نحمله إلى منزلة المئات. 1 زائد 0 زائد 9 يساوي 10، 0 هنا و1 في منزلة الألوف. 1 زائد 9 زائد 8 يساوي 18، إذن 8 هنا و1 نحمله إلى منزلة عشرات الألوف. 1 زائد 9 زائد 8 أيضا 18، 8 هنا و1 في منزلة مئات الألوف. 1 زائد 9 زائد 8 يساوي 18، أيضا 8 هنا و1 في منزلة الملايين. 1 زائد 5 6، و6 زائد 6 يساوي 12، إذا نضع هنا 2 ونحمل الواحد إلى عشرات الملايين. إذا لدينا 1 زائد 1 هنا، أي 10 ملايين زائد 10 ملايين، ولكن لنبقى على 1 زائد 1 يساوي 2، وهنا قد انتهينا. إذا الناتج لهذه المسألة الكبيرة المكونة من 7 أرقام لكل 7 أرقام للعدد الثاني و8 للعدد الأول، يكون الناتج لدينا هو 22,888,000 فقط لا غير. إذا يجب أن ننتبه عندما نجمع الأعداد أن تكون المنازل فوق بعضها البعض حتى لا نتوه في تحميل الأعداد، ونقوم بذلك من اليمين إلى اليسار لتكون النتيجة صحيحة.